لو الحكاية فيها إن فيتو بصهم كتماثيل في الشوارع النهارده الناس دي احنا بنحس يوم يومياتهم بتحس ان هم لحم ودم وناس عاشوا فتره وشافوا احداث زي ده يمكن اسوء كمان ويقدروا يتخطوها وان هم ينزلوا على الارض ويمشوا وسطنا كبشر في افكارنا اعتقد ان هو بيبقى مثير ويخلينا نتعاطف معاهم اكتر ما احنا بنشوفهم كملائكه او شياطين ارض وسطنا لازم نتعود نشوف حاجه من هو ده انا لمسته في التاريخ انا عندي كل شخصيه من الشخصيات حاولت اقدمها حاولت اقدم الجزء الرمادي مش الجزء الابيض او الاسود مفيش عندي شخصيه ممكن تتسم بالسوق او الخير كل واحد بيعمل على مصلحته حتى الجند الانجليزي اللي بيموت عنده اوردر وبينزل يخدم فتقتل يعني اقصد انه مفيش اي حاجه في الدنيا بتبرر لا الدم ولا القتل ولا اي حاجه وانا كان الهدف الاساسي من الرساله بتاعتي ان انا اقول انه مفيش يا جماعه اي احصاء لدوله امنه الدم يعني انا مقدم كل ما يمت الصله بالعصر ده اللي هو كان بيستخدم الدم في الحصول على مطالب معينه ولكن في الاخر عمر ما الدم هو اللي كمل حتى لو بدا عمره ما كمل فده كان الهيجس اللي عمال يجي لي دايما التشابه طبعا اللي اتكلمت عليه طبعا موجود جدا لانه موجود مش عشان انا بختلف انا قاعد اسمع حاجات معينه وانا قاعد اقرا مش مصدق ان انا بتكلم في نفس الفتره القديمه دي بس عارف فعلا حسيت ان انا قاعد اقرا عن حاجه فاتت وده من الحاجات اللي برضه موجوده الشخصيات يا جماعه الموجوده في الروايه بنسبه 90% شخصيات حقيقيه اللي بيسال اللي قرا وما قراش مش هحرق ولكن احمد فيه